ليش اكو تفاوت وليش اكو اشكالات وليش اكو كذا في الوحدات الاداريه وبهذه التخصيصات، هذه حقيقه فيها لا تخلو من المصالح، من مصالح شخصيه ومن مصالح سياسيه. اليوم بيستهدف يعني مثلا يظهر شخص يقول لك انا والله مستقل وانا كذا، ماكو شيء اسمه مستقل، ذكرت هذا الموضوع، والنتيجه هو يذهب الى مشاريع ويخصصها في المناطق اللي هي معمول بها. اكو مساله انا حقيقه اريد ايضا اذكرها في هذا، لان مساله مهمه جدا. يعني اكو وحدات إدارية مخصص في هذا المشاريع، زين، وتحديدا اغلبنا اللي انا اعترضت عليه، المناطق اللي اعترضت عليها ما بيها تخصيصات بوقتها بالمشاريع، فتخصصت لها المشاريع، فصار المشروع طبعا ما يصرف له كل شيء. ليش؟ لان اكو احد النواب اللي متحالف ويا المحافظ مبلغه قال يابا انت اذا انصرفت لهاي المشاريع تخصيصات انا بالنسبه لي ما راح يظل شيء، والناس كلها راح تسولف تقول فلان وفلان وفلان وما راح يظل شيء. يابا انا هسه من الاعلام عمي خلي تصير هاي المشاريع بس يسويها وانت اطلع صور يمها، انا ما اطلع ابدا، بس خلي تصير، بس خلي الناس تستفيد من هذه المشاريع. طيب نفس المحافظه، هسه المحافظه رجال شو يسوي؟ مو مشاريع انا خصصتها مثلا منطقه الضلوعيه بالحوجه البحريه، الان هسه هو دا يشرف عليها بالتبليط وكذا، يخوها انا مخصصن، مخصص 70 كيلو لهاي الضلوعيه، زين تبليط، هسه هو قام يصور بين ويطلع، الف عافيه، خلف الله عليه، روح صور واكشخ بين كلن وخذن كل الكشخه لك، ومشاريع الاسحاقي الناب الاول كلها هسه الان هو يكشخ بين، صار له 5 سنين 6 سنين هو نائب ما قدر يجيب مشروع واحد منطقه الاسحاقي، هسه الان من خصصناهن احنا وداعينا بهن وطالبنا بهن وتخصصن وصارن، زين هسه هم قام هو يصور بين ويدعي بالفيسبوك انه هو يسوي، هم يخالف، هم مقبل، هم روح يسوي بين. نفس الشيء بسامرة يا أخي، أنت من أنت عندك حليف نائب وياي بسامرة، عمي بس خصصا خلي يصورين ويطلع هذا الحليف ماله، خلي يروح هو يقف علينا ويصور بين، بس خلي تصير المشاريع.